هبدأ معاك بأهم المشاعر اللي تعبانة كلنا طول الوقت. الحب. الحب. القلب اللي واجع على الناس كلها. هبدأ معاك مشاعر الحب بكل أنواعها، يعني حب الراجل ومراته أو الراجل والست، حب الأبناء، حب الأهل، حب الأصدقاء، الحب على كل الأصعدة. وإن كنا دايما الناس بتحب حب الحب بتاع الراجل والست أكتر، بس خلينا نتكلم في حب الإنجذاب. الإنجذاب مظبوط. والتعلق، وفي حاجات بما إن إحنا بنتكلم فمهم جدا إن إحنا نعرف نفرق ما بين مشاعرنا، ده جزء من الوعي بالمشاعر. فهل أنا منجذبة لحد؟ هل هو انجذاب جسدي بس؟ هل هو تعلق؟ هل لأن الشخص ده بيحسسني بالأمان؟ هل فالتفرقة دي يعني هو مش كله حب. فبما إن إحنا دخلنا في الموضوع على طول، هو حب هو مش حب بالزبط أصلا. بالزبط. فالمشاعر كمان من الحاجات اللي بتبقى عبارة عن layers أو طبقات فوق بعض. فلسه كنت بديكي مثال واحنا بنتكلم قبل الحلقه امبارح، لما حد كسر عليا فلقيت نفسي هو بيعمل كده ليه، ولقيت نفسي متعصب جدا. وبعد كده لما ابتديت افكر هو انا ليه اتعصبت، فلقيت ان انا كنت خايف ان هو يخبطني. فكان الخوف في شعور خوف طلع فوقيه غضب. فده ممكن يخلينا نسال ايه علاقات كتيره في حياتنا ممكن يكون اللي ظاهر فيها غضب، اللي على السطح غضب ولكن هي تحتيها خوف. يعني دي مشاعر مبطنة، نقدر نقول المشاعر اللي طالعة على الوش هي مبطنة من الداخل بنوع آخر من المشاعر وإحنا مش عارفين. هو ده بالظبط. برضو حد تاني، حد من أصدقائي كانت بتحكي لي إن هي لما حست إن هي عايزة تحضن واحدة صاحبتها أو حست بمشاعر، فاستغربت إن كأن المشاعر دي جديدة عليها رغم إن هي بتعمل كده طول الوقت، ولكن لما قعدت تفكر في علاقاتها اللي قبل كده لقيت إن دايماً هي بتروح تقرب من حد او تبقى جنب حد او تحضن حد من صحابها عشان هي خايفه. فكان هي في ظاهرها حب او، ولكن هو ان انا خايف، ان انا محتاج سبورت، محتاج مسانده من الاشخاص او الناس دي لما بيكونوا حواليا بيحسسوني بالامان. فهو ده اللي بيخليني اروح ابقى قريب من الناس، الاشخاص دي. فالوعي بالمشاعر بيخليني ابتدي ابقى واعي، اعمل حاجه زي بنسميها internal dialogue او حوار داخلي، هو ان انا دايما اسال نفسي ليه، طب ايه اللي عصبني، طب انا زي ما كنت بحكي لك على موقف الشخص اللي كسر عليا، دايما اي موقف بيحصل لي مع جوزي، مع مديري، في الشارع، اي موقف صغير يطلع مني مشاعر، دي فرصه ان انا اعرف حاجه عن نفسي، فرصه